سليمان، واش ما غتخرج للخدمة؟ رفات عليك الحال. ليش مع الخدمة؟ يقول هذا شي موظف خدام في وزارة. واش الفراشة حتى هي خدمة؟ ايوا سليمان، عندك شي بديل؟ لا، ما الفراشة ولا بلاش. كون هار خدامين هذوك البعار كيتعاونوا معنا شوية، ولا كون واحد فيهم فين مجبد كيتسناوني انا اللي عادي من الصحة نجيب ليه ما ياكل. ومالهم كرهو؟ شحال وهما مساكن كيقلبوا ما لقاوش، مازال ما جابش الله، واشنو غايديروا؟ عطا الله ما يدارس عليا. قول لك تافهم اللي باردين. واخا اش غادي ندير انا بوحدي؟ همول الكرات يستني 3 شهور، منين غادي نجيبهم ليه؟ ها اختي هدى، ديما كنقول لك غطي راسك، ولكن اللي يهديك راه ما كتسمعيش. راه انا دابا كاينه غير في الدار، منين نكون خارجه راه غادي نغطيه. واخا لاله في الدار خصك تغطي راسك، النهار تزوجي تمشي عند راجلك ديك الساعه ديري اللي بغيتي في راسك. خلينا من هاد الهضره دابا، وقول لي واش لقيتي شي خدمه ولا مازال؟ مازال، ولكن واحد الاخ وعدني ان شاء الله يدير لي كروسه نبيع فيها المسك والعود والند واللايتر المكي وهادشي ديال التطيب والتطهر. اي والله يدير ساوي ديال الخير، اما راه القضيه مأزمة، كلشي ولا مشومر وكلشي ولا كيتشكى، غير الله يحضر السلام وصافي. هذاك ابتلاء من الله، لان الناس بعدوا على طريق الله وعلى السنه بزاف. بحالك انت نيت دمر راسك وحلنا معاك، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحل هو نحرك، خاصني نطير من هاد البلاد، ما نرجعش حتى ندير لاباس. صافي الخدمة ما بقاتش هنا، بلا ما نعي راسي يكون نهار بتقلب. أول فرصة غتجيني غنطير. كان محمد هنا، صراحة قتلتني الميزيرية. صافي صبري تقادا، ما بقاتش عندي الطاقة باش نزيد نصبر. وفينكم العشاكة؟ وفينكم المساكين والحباب؟ يا فينكم هياوي؟ يلا يلا 10 درهم 10 درهم 10 درهم هياوي، 10 درهم. يا كذاك يا 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 ديال الكرة ولا؟ اوه ما كاينش ما كاينش ما كاين عندي نتاع الكرة، نتاع الكرة من كاينين؟ هما عند هذا السيد هذا، هادو ها نتاع الكرة، هادو ديالي ها هما 10 درهم 10 درهم من البياسة ها هي. هدى شنو كديري بنتي؟ ما عرفتش غادي نطيب امي. شوفا بنتي، اللي طيبتي الله يرضي عليك. راه ما كاين والو، حتى الخضره ما بقاتش، وداكشي اللي بقى في الدقيق قليل بزاف. شوفا بنتي، هزي داك الخبز اللي كيشيط وقطعيه، زيدي عليه شويه د العدس وقطعي عليه ديك البصله اللي بقات، الله يجعل البركه. امي واش غادي نبقاو بحال هكذا بزاف؟ راه هادشي ما كيفرحش. شوف بنتي، دابا يفرج ربي، دابا يفرج.
غير الصبر اخويا محمد، ان بعد العسر يسرا، لها مدبر حكيم. حتى راه عييت ما نصبر، والصبر هو اللي غيحيدني من هاد الازمه، والصبر هو باش غنكون مستقبلي. اش نصبر الله يهديك، راه كلمه الصبر غير كيبردوا بها المعاكس على ريوسهم. ياك اسيدي ايوا نوض، عري على كتافك ورينا حنت يديك. نري على كتافي؟ بغيتيني نخدم في البني ولا كيفاش؟ ومال تبنيت عيب الاجازه وتبنيت، ربي ما غاست فمك يا كريم، كبغي نناقش معاك وكتندمني. مالك صاحبي باقي عندك عقليه قديمه، طور شويه من راسك، عيق وفيق، راك في القرن 21 ماشي في العصر الحجري. ياك اخويا ياك ايوا سيدي، كما قلتي واخا انا قديم ومتخلف، واخا هكاك غندبر لك على شي خدمه. لقيتيها بعد راسك؟ ايوا ما نكتب عليك، واحد الاخ شاف معايا وغيدير لي واحد الكروسه وشي سلعه نتحرك بها، بغيتي نشوفو ليك مرحبا، ما كاين حتى مشكل، يدير لك حتى انت شي كريسه وتحرك بها وها انت غادي. في الحقيقه انا اللي خصني نمشي في حالتي ماشي انت. وغير تبعني والله تتشبع فلوس. اش هو تقول الحسين؟ واش مضمون فيه الفلوس؟ مضمون فيه الفلوس والناس زايرين الديور والطوموبيلات، وانت تابع لي هاد الفراشيه هادي وعيق وفيق. واش من محتوى غادي ندير الحسين؟ انا راه ما قاريش وما فاهم والو. والناس اللي قارين اللي تيديروا المحتويات ديال العلم وديال التكنولوجيا وداكشي، والله ما كاين اللي مسوق لهم. واش غادي نقدم؟ دير داكشي اللي قلت لك بالحرف والله تتنجح ان شاء الله. واخا نوضي يا بنتي، شي راه عيطي لي الخوت كيشربوا معنا تاي؟ راه ديتو ليهم با وردوه. سليمان؟ نعم. كي دوزتي نهار اليوم؟ بعتي شي حاجة ولا والو؟ الحركة ميتة سعدية، والله ما فايت بها واحد البياسة اللي بعت، وبعتها باش شاريها. يصوب الله با، دابا تفك. واحد صاحبي الله يجازيه بخير، طرح عليا واحد البلان، الا صدق غادي يفك لينا جميع المشاكل ديالنا ديال الفلوس، وكلشي اللي عندنا غادي يتفك. وشنو هو هذا البلان؟ لا يسمعنا خير. ماذا تكتبون يوميا؟ ماذا تكتبون على حساباتكم يوميا؟ ماذا تقولون يوميا في محادثاتكم الهاتفية؟ يقول بلسانه معروفا، والآن الأصابع تقوم مقام اللسان. فالعجب هذا ديال مواقع التواصل الاجتماعي، هل تنشر خيرا أم تنشر غيره؟ هل تسب؟ هل تقدح؟ هل تشكر؟ هل تذكر؟ هل تساعد؟ هل تشجع؟ هل ترفع معنويات؟ هل تثبط؟ هل تخذل؟ بل الإنسان على نفسه بصيره، وكلكم أدرى بنفسه، اللهم سترنا ولا تفضحنا. داكشي اللي قلنا سعديه هو اللي غادي نديرو. أويلا سليمان، بيتي طردني ضحكه. لا 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 ما نقدرش. عندها الحق با، كون غير شتي شي محتوى اخر، هذا راه صعيب. نجربوا بعدا ونشوفوا واش عنده شي اقبال ولا لا. وزايد من السعديه انت غادي تولي ضحكه، هو الا خرجنا مول الكرا وبقينا في الزنقه، ديك الساعه متفق معاك غادي نوليو كلشي ضحكه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، جابك الله وليدي. يلا بيت نشوف قلتلك تعيط لك. نخوي لك انت يا ولدي، راه قلت لك امي جيتو ليهم وما بغاوش. لا لا ما بغيتوش. شوف ولدي، كاينه واحد الخدمه غادي تخدمها معايا انا وامك، واذا تعرف هذا الشيء نتاع الانترنت كون اجير باجره ديالته. واخا با، الا كانت على الانترنت هنيتك فيه. Thank you.
لا حول ولا قوة إلا بالله. واش هادو تسطاو ولا مالهم؟ جلسوا حتى شرفوا وخرج لهم العقل. هادشي ما يقبل الله ربي العبد. لا حول ولا قوة إلا بالله. إوا راك عرفتي با، إلا مشى حتى دار شي حاجة فراسو ما يمكنش يتراجع عليها. وزيد راه ما كيديروش شي حاجة حرام. قبحوا الله الفقر خويا. الفقر أختي هدى غير عذر. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش فقير ومات فقير، وما عمرو فكر يتغنى بشي حاجة اللي تغضب الله. لا واه اخويا راك بالغتي بزاف، هما راه ما كيديروش شي حاجة اللي غتغضب الله. انا وياك ما غاديش نتفاهموا، ربي الا ما نادوك قدامي انت يا بعدا غير داك الراس عييت معاك تغطيه بغير بزاف حايله كان كبل مع على الرملة. سيري سيري الله يردك للطريق انت وياهم. الله يعفو عليك اخويا راك زدتي فيه بزاف، هادشي راه ما بقاش دين، هادشي ولا حماق. الله يعفو عليكم الله يعفو عليكم. صافي واش دابا؟ يلا اكسيون. اشناهو اكسيون اولي؟ زعما بدا دويلو. ها واش انا بعدا مكد؟ كلشي وين؟ كلشي مكد. السلام عليكم اخوتي وخواتاتي، انا سميتني الغدير والله الا تصدمت ما عرفت مين غادي نبدا لكم قصتي. تجوج واحد بحال هادي 30 سنة، واحد مسخوط لوالديه، إيه مسخوط لوالديه اللي أنا يبني بها شي واحد، اللي أنا يبني بها شي اللي هو مزم. المهم، ولدت معها ثلاثة دراري، جوج دراري وواحد البنت، ومن نهار خديتها وأنا كنضرب عليها الكرفي بالليل وبالنهار باش ما يخصها والو. صابر لها بالها حيت كل مرة تنقول غادي يهديها سيدي ربي. ولدنا الدراري كبروا وزدت السمطة وليت تنخدم بالليل وبالنهار، قراو الدراري وتوظفوا، ملي شافتهم خدموا تيدخلوا الفلوس، شافتهم خدموا تيدخلوا الفلوس قلباتهم عليا برا، قلباتهم عليا برا من غير واحد البنت هي اللي بقات ليا. تتفكرني مرة ها شوف حتى صحتي ما عندي، مشات لي صحتي ودابا خرجوني هي وولادها، خرجوني من الدار اللي بنيت بكتافي وبعرف كتافي. ومشيت كريت واحد البيت عند شي ناس هو فاش عايش دروك، ورمت خطة كاتجي حتى تشبعني عصا وتمشي نهار الله. ولكني غادي نعاود لكم باقي حقيقتها باش تعرفوا بانه راه كاينين شي عيالات ما خدلوش الشيطان ما يدير با اش نقول لك؟ قول لهم يديروا ابوني وجيم باش تفهموا. يا كيف شوفوا الله يجازيكم بخير، تعاونوا معايا تعاونوا معايا ديروا ابوني وجيم هكذا هكذا الله يجازيكم بخير. الله يرحم والديكم. مزيان با لا حول ولا قوة الا بالله. واش طمع وصلت هاد السيد لهاد الدرجة؟ اش غايقول قدام الله وقدام الجيران وقدام الناس اللي كيعرفوه؟ الوالد صافي تسطى خاصو اللي يديه للمستشفى المجاني. صراحة انا ما خصنيش نسكت على هاد الشيء، اللهم ان هذا منكر. با الفيديو الله ساعتين باش تلح وحقق 80,000 مشاهدة وتابونا عندك 20,000 واحد. ذاك شي قليل اولدي قليل. لا با قلت لك اولدي ذاك شي قليل. ما قليل ما والو، راه الفيديو يلاه ساعتين باش تلح، من هنا لغدا غيوصل واحد الرقم اللي كبير. الله يجعل بركة سليمان، رضا بالقليل يجي الكثير. مي راه جايينو بالتانتي باش تجاوبي على الوالد. او بلاتي غير نحط الافكار باش غنجاوبو ونصورو. دابا راه خص الفيديو ديالك يكون احسن من ديالو باش تنت تدفع لي القناه ديالك. قول لي يا وليدي واش كاين شي فلوس ولا مازال؟ مازال با، ولكن غير صبر شويه راه هادشي غادي مزيان ان شاء الله. عجبك دابا هاد الشهاده اللي دار فينا الوالد ياك؟ وانا مالي اخويا اش دخلني؟ سير عنده منك ليه، راجل راجل. ماشي صعيب عليا نواجهه، ولكن خفت لا نكبر الموضوع وامي توقع عليها شي حاجه. داكشي علاش جيت عندك انت باش توصل ليه بلي انا راه ساقط على داكشي اللي كيدير وما راضيش به. وا كريم وا خويا وفيق من القلبه، واش هاد با نافع عينو نتوما بشي حاجه؟ كتعطوه شي ريال كتدخلوا عليه شي قفه؟
وعيش الواقع وبارك عليك من داك الهبال. كلكم بحال بحال، ما كيهمكم لا دين لا مجتمع، همكم غير الفلوس. يا ربي السلامة. الله يحفظه صافي. صافي واجدة أمي. صافي هي هذيك. يلا أكسيون. حباباتي، خوتي، خواتاتي، وليداتي، ولادي، الكبيدات ديالي، اليوم جيت نرد على واحد الفيديو داروا واحد الشيبه لي واحد المسخوط اللي سميتو الغريب. هذاك راجلي، عاد سميت راجلي، ما هو راجل؟ قال لي انا مسخوطه وانا عذبته وانا كرفسته، وراه هو اللي كرفسنا حباباتي، هو اللي معذبني. عمركم شفتوا شي راجل كيقول لمراه نوضي خرجي تخدمي وجيبي الفلوس بحال الليات؟ هذاك راه غير واحد كذاب، واحد الحشيشي وسكايري، وكرفص على الولاد وكرفص عليا. قال لي كنخرب عليه ولادو، انا اللي خدامه عليه وخدامه على ولادي وقريتهم توصلوا. وقال لي كنخرب عليه، راه ولادو اللي كرهوه حيت كيضربني قدامهم وكيسكر قدامهم وكيتحشش قدامهم. الله اخوتي، الله وليداتي، لا مكرفسني وما عذبني وقال لك جرينا عليه، راه كذاب. هذاك البيت فاش مصور غير ديالي فضاري. ولا كيتحداني يخرج ويكذبني الشارف الهارف. عفا وليداتي، عاونوني ناخذ بكم الوالدين، وديروا ابوني، وديروا جيم، وبارطاج بارطاج، ديروا بارطاج لارحم الوالدين. السلام عليكم. تبارك الله عليك امي. خطر انت يا السعديه، خطر خطر. كيف جيت كالشيبان؟ وما عندي ما نقول، وما عندي ما نسال. موت هذيك هي حرامي. سليمان قال لي يا محمد الفيديو ديالي شافوه الناس كتار ملي شافو ديالك، تبارك الله، هذا الشيء غادي مزيان. او الله يحيد علينا هذا الزلط وهذا الميزيريا. انا اللي بغيت السعديه، انا اللي تنتمنى بغيت نتفك مع مول الكرام، وقت ما ندوز قدامه ولا وقت ما نتلاقى معاه كنحشم وكنقول على الله تحل هذا الارض، كون غير تحل هذا الارض وندخل معاه. ياك ما عمرو قال لك شي حاجه؟ واش نتسنى حتى يقول لي؟ قال لك واحد المثال، إذا كان صاحبك عسل تكيس عليه، والسيد هذا السعدية غير تيعرفنا وتيحشمنا وصافي. إيه والله يسهل. وبا؟ نعم أولي؟ ما خرجتيش اليوم تفرج؟ لا وليدي، لا لا لا، ما كاين ما يتلبق. قلت اللهم ندوز هاد النهار في الدار. فين كنت ولدي؟ غا مع الدراري صحابو صافي. با نعم اولي. امي مبروك عليكم. الله يبارك فيك. راه كل واحد منكم جا الادسنس ديالو. سالت ولدي فهمني. دابا القنوات ديالكم مفعلين، بقاو يدخلوا في الفلوس. ودابا دخلوا شي فلوس اولدي؟ لا باقا امي، ولكن غير يدخلوا باقي، خصكم غير بقاو تبارطاجيو في الفيديوهات، غير ما تحبسوش وصافي. لا ما يمكنش، ما يمكنش نعيش مع هاد القوم اللي بغاو يعيشوا بهادشي. فلوس النصارى ما نعيشش بيهم، ما عندي ما ندير بيهم، هادو كفار واي حاجه جات ما عندهم حرام. لا 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 كريم، ضروري نلقى شي طريقه باش نحبس هاد الناس. امي مبروك عليك الادسنس.
والله الا فرحت ليك. فاهمه ولا بنتي؟ خوك لي هضرني عليها انا وباك وما فهمتش، ما تليت قديت نسولو باش يفسر ليا. دابا هانت يا امي كاين شي شروط خاص تحققهم القناة، عادي يمكن تدخل الفلوس لمولاها، وهاد الشروط نتوما حققتو من الفيديو الاول ديالكم. ويمتى غيدخلوا هاد الفلوس؟ وراه عرفتها بنتي كنعيشوا ازمه ديال بصح. والله ما عرفت امي، يقدروا يصيفطوا لكم شي حاجه في الاخر ديال هاد الشهر. عليك مولانا. شوف بنتي غنمشي نطلع على خو كريم، عرفت مالو هاد الايامات ما كيجلس معانا ما كيجمع معانا، غير كيدخل كيدوز البيت ويسدى عليه. هذاك امي راه ما بغاش هادشي اللي كديرو، قال لك حرام، راه غير خايف من با وما قادرش يهضر. اويلا فيه النفس يعري على كتافو ويناض يخرج يخدم ويهز الصير ديال الدار والكرا. نحيدوك احنا علينا هاد الفيديوهات اش بغيناهم؟ غيكون راجل. واش انت شويه لاباس؟ راه الحرام هو الشفره والناس بلا عباد الله والاعتداء والظلم واكل المال اليتيم، راه الحلال باين والحرام باين، بلا ما تبقى تبرس لي راسي بداك التخربيق ديالك يا كريم. لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني قد بلغت. خويا انا نصحتك دابا دير اللي بغيتي. وانصح غير راسك، تنصحنا انا باقي دري صغير واخا نقولوا كاع كلامك صحيح. يلا نو جيب لي انت هاد الحلال اللي كنعيشو به، بين لي الايمان ديالك. بالك صاحبي جالس ليا في القنت تاع البيت وكتنقر بحال شي عجوزه. صبروا بحالكم بحال الناس حتى يفرج الله. النبي والصحابه عاشوا من محن كثيره، مع ذلك صبروا حتى فرج عليهم الله. النبي والصحابه خدموا، ما كانوش جالسين بحالكم كيتسناو في الفرج. واش شريف العمل عباده، واش عارف المعنى ديالها ولا نشرحها لك؟ فهضر مستحيل يفهمك شي حد. قولي لي سعدية. نعم سليمان. اشنو بالك الا دخلنا محمد الفيديوهات ديالنا هكذا يطلع هكذا غادي يطلعوا دغيا، وحتى المدخول غيزيد. محال يبغيو لك، ما انا ما عندي حتى مشكل. خلي داك الموضوع عليا انا نقدر نقنعهم. اش يديروا ياك غير باركين؟ اللهم يدخلوا الفلوس ويشريوا اللي خاصهم ويهنيونا. وهادوك تلقى معاهم سلاكه سليمان، ورالك داك كريم اللي راسو قاصح وديما مقلق وتقول حنا عدوه ماشي والديه. الله يهديه. امين. حنا ما عندنا ما نديرو ليه. وزيد ياك واش شتي بعينيك؟ عمرو جا وقعد معايا ياك تيشوفني جاي وتيدخل البيت ويشد عليه. كاين اسم ليمان ايوا الله يهديه. امين. ايه يا اخوتي ما عمرني كذبت عليكم، واللي قال لكم راه تنكذب عليكم راه هو اكبر كذاب. راه داكشي على جد بنتي باش يقول لكم الحقيقه. هي امها وانا باها، وداكشي على جدها باش تقول كلمه الحق ما تجي مني وما تجي منها. سيره بنتي سيره بنتي، قولوا لهم راه تتسناو بك تقولوا لهم الحقيقه. السلام عليكم خوتي خواتاتي، انا اليوم جيت نقول كلمه الحق. لا فمي ولا فبا ضرب علينا تماره اللي ميمكن شي حد يتخيلها. هو اللي خدم علينا وهو اللي قرانا وهو اللي كسانا وهو اللي كيداوينا الى مرضنا. امي نتي اللي ما مزياناش، عرفتك غادي تقلقي مني، ولكن راه ميمكنش لي نكذب على الناس. انت اللي ما راعيتي لا الدم ولا الاولاد، غرك الطمع براجل ونص، وكنفتخر به وغادي نفني عليه شبابي وحياتي وما يمكنش نتخلى عليه. من هاد الفيديو كنقول لك امي راه انت اللي ما مزياناش، وغادي تحاسبي على الافعال ديالك قدام الله اللي ما يمكنش تكذبي عليه.
عرفتك غادي تقلقي مني ولكن راني يمكنش اعوذ بالله منكم ومما تفعلون. واش ما استحييتوش من جيبكم حتى من البنت جريتوها لهذا الحرم ولهذا الوين اللي كديروا فيه؟ عيب عيب وعار عليكم. خرج ولا غادي نسمك والديك الشمكر لاخور. نتسناو بيك نتا حتى تورينا اش غادي نديرو ولا ما نديرو. خرج والله حتى نضلك. ها كريم لا يهديك ولدي، سير لبيتك وخلي هاد النهار يدوز بخير. عرفتي انت والله الا غتقلب على شي دكه ديال الكلاب سير تدوك الافكار ديالك للتسع. مصيركم جهنم ان شاء الله قوم الظالمين، والله ستحاسبون حسابا عسيرا. اهو خرج سير. ايوا حتى يكون عندك الصور ديال الجنه وصورتها ودينا لجهنم. يلا سيدي كمل. نعم زيد. شنو كنا كنقولوا؟ عشرات دراهم، عشرات دراهم اللي بقات لي سعدية في راس المال، ما بقى عندنا حتى باش ندوزو هاد النهار هذا. وسليمان غنعطيك داك الخاتم اللي بقى عندي بيعو ونصرفو بيه حتى يسهل سيدي ربي. لا الخاتم ديالك ما نبيعوش واخا نخرج نطلب، ما نقدرش نحرمك منه. با نعم امي دخليكم الفلوس من اليوتيوب. اش دخل الفلوس من اليوتيوب؟ امتى؟ غالي هما مبروك عليكم. وشحال انت با جاتك 10 المليون. الله 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 الله. وانا ولدي وانت يا امي جاتك 15 المليون. وفين هما؟ يلا هما معايا نجيبوهم. امي لبسي جلابيتك يلا 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 امي. الاخ عيط لك غير على ود داك الشيء اللي وعدتيني به، اشنو درتي فيه مازال؟ اخي في الله غير صبر، راه انا نهتم بالامر وبالمساله مجرد وقت فقط. صبر راه الله بغى يختبر صبرك ويختبر الايمان ديالك والعجب من الشيطان. خويا عييت من صبر، شحال هذه ما شت الفلوس ومتأزم بزاف، ونيت التصرفات ديال هاد الناس اللي في هاد الدار ما بقاتش عاجباني. اخي عليك بتغيير المنكر كيفما كان الحال، راه الفقر ماشي سبب اللي يخليك تسكت، لانه كلشي كيتعوض الا الاجر عن تغيير المنكر. انا سيت ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. اخي حاولت نغيره في امي، ولكن كما قلت لك انا ما عندي حتى شي سلطه على هاد الناس، ونيت الفقر كتف ليا رجليا وما تلاقناني ندير حتى حاجه. اش غنقول لك؟ يكون خير يكون خير، غير صبر ربي غيعوض في كل شيء. يلا ها مع السلامه، راني زربان شويه نمشي نطلع على خدمتي. الو الاخ، أربعة وعشرين، خمسة وعشرين، والله إني كنزلط، والله إني كنميزيرية. شوف هكا محمد، هذه باش تشري بها شي حاجة لراسك هكا، ديالك بلاتي بلاتي بلاتي، راه هاد المليون، راه هاد المليون، راه هكا هكا، ها جوج بالمليون، هادي أنت وأختك، صافا با، شريو بها النقرة. شريو بها الدهب، شريو بها الخضرة، شريو بها اللي عندكم، باعهمكم. وسليمان وسليمان بقى واحد الحاجة. اشنا هي؟ نقلبوا على شي دار مفرشة زوينة غزالة ديرها ونخويو هاد الخربة. هي دولة، هاديك اللي ما تعاود. صافي من غدا. السلام عليكم. وطلق انت هادوك. هكذاك الله يرضي عليك. هاد الفلوس مصيبة. Thank you.
كاين بحال هادو تقريبا. شوفي هادو واش غيعجبوك. شوفي هادو حاجه مزيانه. هادو زوين ولكن في الكحل احسن. الكحل اختي الله يجزيك بخير. واخا نسولك مرحبا، واش ما عرفت فين شتك تبقي تقريبا، واش كديروا اليوتيوب ولا؟ كنديروا اليوتيوب. قلت فين شتك انتم هادوك العائله اللي مخاصمين باك مخاصم مع عموك. اي تماما تبارك الله عليك. الله يعطيك الخير، مبروك داكشي اللي كديروا مزيان. واش مازال ما تصالحتوا ما والو؟ قريب ان شاء الله. قريب ان شاء الله كندخلوا بيناتهم باش نصالحوا. ومال هما اصلا علاش مخاصمين؟ مال ايوا غير مشاكل عائليه وصافي. الله يفرحك. مرحبا بك، مرحبا بك في المحل. راه كلشي شتي واخا. شوفي شوفي هذاك حتى هو راه زوين. المهم انت شوف لي الصغار ديال هذا. الصغار راه كاين. واخا تفضلي معايا. مرحبا. سميه هدى. شتا في الفيديو. دوي ليهما ولدي على داك الشارف وعلى ديك اللفعه ديال اختك، ما تخليش الباطل يغلب. السلام عليكم خوتي العزاز. كلامي كله صح، كانت هي الاب والام وفيها كل شيء. اما بانا راه ما عمرو صحاب باش يعرف شنو بينا وشنو خاصنا. هو ديما سكران، بعض المرات كياكل الفانيد وكيعصي مراح قدامنا وحنا ما قادين نديرو والو، حيت الا دويتي كتبات تحت الروبيني والمبارد. صراحة با كان شيطان في صورة بنادم، قلبو ما كيحس بشي حاجة ديال الرحمة. دوي ليهما ولدي على ديك اللفعة ديال اختك. هاديك كلاليها دماغها وعطي ليها حريتها، دخل تخرج وقت ما بغات، ما كاين اللي يقول ليها والو، حيت الا دويتي معاها كيوكلك دكة ديال العصا وهو اللي كيشجعها باش تخرج الطريق. صراحة ما عرفت واش كتعطي لي فلوس باش يسكت ولا شنو. المهم كاينه شي حاجه تما اللي كتخلي باش يسكت. صافي اخي، جيت عندك باش تعاوني على داكشي اللي قلت لك. راه والله ما عندي حتى درهم. والله الا طرت بالحاله ديالك، ولكن ما نقدرش نعاونك حيت غتسبب فشل ديالك اللي ابتلاك به الله. علاه ما عرفتيش هذه القصه ديال سيدنا ايوب اللي ابتلاه ربي بمرض؟ وما بغاش يطلبوا باش يشافي. هادشي اللي باغي تقول لي ياك؟ تماما، هادشي واش كتعجبني. حافظ كاع القصص على الانبياء. ولكن اخي راني متازم بزاف، وربي قال وتعاونوا على البر والتقوى. نعم وتعاونوا على البر والتقوى، ولكن الحمد لله راه كان بذل المجهود ديالي باش انا وعد الاخوان غنوفروا ليك الكغلوصه وتكل على الله. اودي اش غنقول لك؟ مات لي تبغيت لك الروسه ولا كرويله، سوقكم قوي. الله ربي يعطيوني غير ابتسام. كريم وكريم كريم، هذاك الله يا اخي، هذاك الله. واش عليا؟ نعم سليمان. داكشي علاش شتيني؟ راه لقيتو، راه لقيت الدار وبلا عمى اللي بغيتي، وغدا ان شاء الله نمشيو ليها. هي لقيت الدار. وي باي باي الخربه. والله اني عاجبينها باقي. واخا سيدي الدار لقيتيها؟ ايه ياك. ايه انا عندي شي هضره بيت كنتشاور معاك. يكون خير سعديه. كريم اش مالو؟ كريم كريم في الصباح كريم في العشيه، اش مال هاد كريم؟ ايه هديك سليمان، كريم ولدنا، نعطيه واحد راس المال باش يدير شي مشروع ويدير مستقبله حتى هو ويبني حياته. محمد عطيناه، هدى عطيناها، حتى هو راه ولدنا. ما فيها باش السعديه. كريم راه ماشي تنكرهو، ولكن تنكره دوك التصرفات ديالو، راه داكشي اللي تنكره فيه انا. ما فيها باس يا سليمان، الله يهديه امين. يسر ليه يا ربي يا ربي امين.
صراحة ما كاين ما نخبي عليك، فكرت حتى عييت وبغيت ندخل معكم في هذا الشيء ديال الفيديوهات. واش منيت كتهضر كريم؟ اه خويا منيتي صراحة ما كاين ما نخبي عليك، فكرت خص الانسان ينوض يتحرك ويخدم على راسو ويدير شي حاجة، ماشي يبقى يتسنى الفلوس ينزلوا عليه من السماء. معلوم، راه ربي عزيز عليه اللي كيجتهد ويدمر باش يعمر جيبو. ونزيدك الحاجة اللي خايبة هو تمد يديك الناس باش يعطيوك، أو لا تشفر ولا دي ديال الناس. اه بصح اخويا بصح، الفقر كيخليك تعبد الله بطريقة غير صحيحة، وهذا الشيء توصل لي أنا شخصيا. الله يسمح لينا. آمين. سليمان اه تدار تبارك الله عليك، عرفتي تختار. وحتى الحمد لله ونشكر. اه راه غير جاب الله. اما راه كان تابعني عليها واحد اخر بيديها واحد اخر. هرتي عليك ولدي، الله يرضي عليك. جلس ولدي، عرفتي علاش عيطت عليك؟ خير امي خير ان شاء الله. خير وليدي خير نيت. بسم الله ولدي، هاد البركه عطيناها لك انا وباك باش دير شي مشروع وتحرك حتى انت. الله يعطيكم على امي والله يخلف عليكم. شوف وليدي، راه حنا بغيناك تكون ديما بخير، تجيب عامر وتزوج ودير ولاداتك ودير دارك، حنا بغينا نشوفك مرتاح مع راسك، راه ما بغينا منك اولدي والو. عارف اللي كاين با، وحتى انتم سمحوا لي كنت صراحه قاسح معاكم شويه، ولكن واحد الماتير كيقول اللي دار راسو في النخاله ينقبوها التاج. اسمحوا لي يا بزاف، حنا ولاد اليوم. المسامحه وليدي، المسامحه هكا ولدي. شرب واحد الكاس لاصاحبك. هدى وهدى. نعم امي انا جايه. محمد. نعم أمي. سليمان. نعم أمي. عرفتوا على جمعتكم ياك؟ لاباس. المهم قررنا وباكم نبدلوا المحتوى ديال الفيديوهات ديالنا. أييه، واش المحتوى اللي غنديرو؟ أنت سي محمد غادي دير لنا واحد الفيديو باش نهضروا مع الناس اللي يساهموا معنا وتعاونوا معنا. لك سعدية. آه غنديرو فيديو غنشكروا فيه المتتابعين ديالنا حيت ساعدونا، ونقول لهم حنا راه تصالحنا وما بيناتنا والو، ولكن اللعبه راه عارفينا. ايوا دابا خصنا نفكروا في البلان الجديد. المهم من الفكره راه كاينه. ايوا كي جيتكم. حيا نعيد تبارك الله عليكم. ايوا واحد عبري دمك.